ليلة خامسة تقضيها باريس وكبرى مدن فرنسا على أصوات المواجهات بين حشود المتظاهرين وقوات الشرطة في أسوأ اضطرابات أمنية تهز البلاد منذ عام 2018. وفي خطوة لكبح جماح الاحتجاجات، نفذت السلطات الفرنسية حملة اعتقالات واسعة في جادة شانزليزيه وسط باريس بعد ساعات من فرضها حظراً للتجوال الليلي في نحو 20 مدينة بضواحي العاصمة. لكن هذا القرار لم يكن كافياً لردع مئات الغاضبين على مقتل الفتى ذي الأصول الجزائرية الذين واصلوا تجمعاتهم الاحتجاجية واشتباكاتهم مع قوات الشرطة بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية تعبئة عشرات الألوف من عناصر الشرطة والدرك مدعومين بعربات مدرعة ومروحيات في كل من باريس وليون ومرسيليا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ألغى زيارة رسمية كانت مقررة إلى ألمانيا بسبب الاضطرابات الأمنية توعد المحتجين برد حازم. وبينما تستمر الاضطرابات في العاصمة والمدن الكبرى على غرار مرسيليا وليون ونانت وستراسبورغ، شيع المئات جثمان الفتى نائل من مسجد بن باديس إلى مقبرة مون فاليريان بضاحية نانتير بباريس. يأتي ذلك بينما يعود الحديث عن الانقسام الفرنسي على أساس العرق إلى الواجهة من جديد في ظل تفاقم العنصرية ضد الفرنسيين من أصول مهاجرة، بينما يقول منتقد التصعيد الأخير إن التوترات الاجتماعية التي وصلت إليها فرنسا كشفت عجز السلطات التي طالما أنكرت وجود جرائم عرقية في البلاد. سناء المهداوي، تيراتي عربي.